السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة اليوم رح نعرفكم على ماسحة زجاج للأحواض. أي معلومات تحتاجها، أي استفسار، خلوها لي في التعليقات، وما تبخلوش عليا بجام وبالاشتراك دائما باش يوصلكم الجديد. ماسحة زجاج الأحواض كما راكم تلاحظوا تجي على هذا الشكل. أنا اقتنيت بهذه الماسحة من الحجم الصغير لأن الحوض تاعي صغير، وهي تجي على هذا الشكل، يجي فيها قطعتان ويجي فيها مغناطيس. القطعة الأولى يجي الملمس تاعها رطب ويجي خارج الحوض، والقطعة الثانية يجي فيها المغناطيس، وهذه القطعة الثانية تجي داخل الحوض، والمغناطيس راح يمنع سقوطها في الحوض. كما راكم تلاحظوا راح نمسح الزجاج بهذا الشكل. بهذه الطريقة ببساطة دائما نوجد بعض الضباب في الأحواض تاعنا، هذاك الضباب هي البكتيريا، ونحوها بهذا الماسحة راح المحرك يمتصها ويخلصنا منها باش ما توضعناش مشاكل في الحوض تاعنا حتى في الأسماك. كما راكم تلاحظوا قادرين نتركوها في الحوض تاعنا وما راحش تغيرنا من شكلها حتى من جمالها، وحتى الأسماك ما راحش تنزعج من وجودها. كما راكم تلاحظوا نوضعوها أحسن من لما نمسحوا الزجاج نحوها من الحوض ونوضعوها، نتركوها لما نحتاجوا مسحه نمسحوها راح تكون في المكان تاعها. أنا حبيت نشاركها معكم لأن وجدتها فعالة، كاين أحجام كبيرة تستعمل حتى لزجاج النوافذ، والثمن تاعها في متناول الجميع. كما راكم تلاحظوا قادرين نوضعوها في أي مكان. أنا حبيت نشاركها معكم باش تستفادوا. أي معلومات تحتاجوها، أي استفسار، خلوها لي في التعليقات، وما تبخلوش عليا بجانب الاشتراك. في أمان الله.